قامت مصالح الشرطة القضائية بإحالة بطل فيديو الكاميت والذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة. وأبرزت مصادر محلية أنه اتضح للشرطة القضائية من خلال تصريحات معني بالأمر أنه يخفي بعض الحقائق، خاصة أنه اتهم في أول الأمر 3 أشخاص بالاعتداء عليه ووضع قنينة مشروب غازي في مؤخرته قبل أن يتراجع عن أقواله، مصرحا أن ممارسته للشذوذ الجنسي هو ما جعله يضع القنينة في دبوره. وكان مصدر موثوق قد أكد سابقا أن التحقيقات الأولية أظهرت تعرض شاب للاعتداء على يد 3 أشخاص بطريقة مهدية، وقاموا بهتك عرضه ونقله عبر سيارة إسعاف إلى المركز الاستشفائي الإدريسي لإجراء عملية جراحية أشرف عليها رئيس قسم الجراحة رفقة 3 ممرضين، فيما قام طبيب آخر بتصوير العملية قبل أن يتم تسريب الفيديو على مواقع التواصل، وهو ما أثار جدلا واسعا لدى المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموجة استنكار من قبل فعاليات مجتمعية بسبب انتهاك خصوصية وحرمة المريض حتى ولو كان شاذا.